بخصوص زعما كانت الحديقه اللي تم الافتتاح ديالها اليوم، لان هذه واحد معلمه جديده انضافت الى المعالم اللي كاينه في الدار البيضاء، لا سيما الدار البيضاء بالضوضاء ديالها وبال سيركيلاسيون اللي كاينه محتاجه لواحد المتنفس جديد زعما في هذه الحدائق. حنا في الدار البيضاء كنقصنا بزاف، يعني من قبل كانت الحديقه ولكن بهذا المستوى هذا بهذا النظام، وكنتمنى يستمر هذا النظام. يعني شكرا وتحيه للسلطات المحليه والجماعه الحضريه، ولكن اشاره الى المواطنين المغاربه، حافظوا على هذه الحديقه، حافظوا على هذه الحديقه لانها متنفس، لا سيما وان ملي كتخرج من هذه الحديقه كتلقى واحد لا سيركيلاسيون، كتلقى واحد الضوضاء، كتلقى اذا هذه كانت متنفس. وكنتمنى ان شاء الله نستمروا في هذه المساله، هذا فضاء يعني اللي بقى بهذا الهدوء ديالو، بقى بهذا يعني كيدفعك للمطالعه، كيدفعك ان لا سيما الناس اللي ما كاينش مجالات فين يقراو، فين يعني هذا كيفتح لك شهيه ديال القراءه. بعد ما نصيب زاد الفضاء زوين، حاجه مزيانه، حاجه زوينه، الطبيعه هي كل شيء، الطبيعه جزء من البشر، صيبوا فيها العاب زوينين وكل شيء على حساب لي زونف الدراري الصغار، وداك الشيء جاو مع والديهم يلعبوا وكل شيء، تصيبوا فيها العاب مزيان، وزادوا فيها الشجر، وقادوا فيها لي باساج. هذا بالنسبه لك متنفس؟ ها؟ هذا بالنسبه لك متنفس؟ متنفس مزيان، قادوا الطريق فيها وقادوا فيها وسعوها وداك الشيء، وجادوا فيها الاشجار مزيانه. دابا خاصها الانسان ديالنا يحافظ عليها، البشر ديالنا خصو يحافظ عليها، الله يهديهم وصافي. البشر ديالنا حدا كاين لابوبين فين يلوحوا الزبال وكل شيء، ما يوسخوهاش وداك الشيء، ويتهلاو فيها وداك الشيء مزيان وداك الشيء، راه ماشي راه ديالك انت وديالي انا وديال هذا وديال هذا وديال هذا وديال هذا. وتتمناو ديما تبقى بحال هكا، كاع هذا الشيء اللي غادي يجيو داروا لهم فين يترينيو، هنا كنا تترينيو، كنا كل شيء تنديروه هنا. هاي الحمد لله دابا راه من تنشوفوها هكا حياة، الله يلا فرحنا، تنقولوا نجيبوا وليداتنا نجيبوهم هنا، تهم يشوفوا هذا الشيء هذا ونعاودوا لهم على الذكرى ديال كي كانت في الاول. الحمد لله راه حنا فرحنا، والله الا فرحانين من قلبنا، هاد الجرده مي رجعات كما كانت.